بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. وقلنا نفتح وبفتح التطبيق على طول. تمام، احنا محتاجين صفحة جديدة اللي هيتنقل هنا. الصفحات اهي، مفيش عندي غير صفحة واحدة، فانا بقول له اد سكرين. على فكرة هو بيرتبهم أبجدي. تمام، فتح لي السكرين تاني. أنا هسميها مثلا الواجهة. تمام، هنحط فيها لير برضه. الذرة اللي هنستعملها الموضوع عشان ما فيش عن فيها عملية نسخ، بيبقى تحس ان هو تقيل شوية. تمام، اول ذرة عندنا هنخليه نسميه مثلا العملاء أو بيانات الشركة. وبعدها العملاء، بعدها هنا نقول حركة على حساب عميل. هنا نقول مثلا المنشورات. أي حاجة تشتغل بقى نبقى نعملها وقتها. تمام، نخلي العرض كله بعرض الشاشة. لو حابين نحط صورة للزر نحطها منين؟ دي الشاشة التانية. طيب، نرجع للشاشة الأولى اللي هنا. أنا عايز لما أكتب مثلا اسم المستخدم سيد، أو اسم المستخدم بتاعي سيد، وكلمة السر 1 2 3، يديني الشاشة الأولى. تمام، هنا بتنقل للتصميم أو للأكواد. تمام، بروح على الزر اللي أنا واقف عليه اللي هو الزر الأول، بطن الأول، وبقول له وين كليك عند النقر. عند النقر ايه الحاجة اللي هيعملها؟ هقول له open. طبعا هنا الأكواد كلها جاهزة، يعني احنا بناخد الكود من هنا.
open another screen. تمام، ما دام هنا فيه الجزء ده والجزء اللي هنا، ما دام يركب بالشكل ده يبقى كده يعني في المكان المظبوط يعني. open screen، اي سكرين اللي هيتنقل ليها بكتب له اسم السكرين، بس بجيب تكست اكتب فيه، عقل اللي هكتب فيه هنا التكست. open screen بكتب له هنا اسم السكرين، طبعا بنفس اللغة وبنفس حالة الحرف، يعني الحرف الاولاني كابيتال يبقى الحرف الاولاني كابيتال. screen 2 كده عند النقر هيفتح على طول بشكل مباشر، لكن طبعا انا مش عايز يفتح بشكل مباشر، انا عايز يفتح لما تكون اسم المستخدم سيد وكلمة السر 1 2 3. اسم المستخدم احنا عملناه ان 1 وكلمة السر ان 2. طيب دي بنجيبها ازاي؟ بنستخدم اف، طبعا شفنا اف كذا مرة في الاكسل. طيب عايزين نحط لو الشرط اتحقق يفتح والا مش هيعمل حاجة. تمام، انا ممكن اقف على الكود هنا تاني وبالسحب وادي له، يبقى احنا كده وناخد اف كلها نحطها داخل الامر. تمام، باقي عندنا ان احنا نعمل الشرط. الشرط المطلوب ان ان 1 تساوي كذا وان 2 تساوي حاجه تانية. تمام، احنا عايزين نعمل شرطين هنا. تمام، بنروح على اظن تكست. ماذا يا شباب، خلينا نفتكر مع بعض ان انا سبت الفيديو ده بقالي حوالي شهرين فنسيت حاجات كتير جدا على فكره. تمام، هنا في لوجن باين ولا اسمها ايه، المهم هي دي ده اللي بنعمل بيها شرطين. تمام، نلاحظ ان احنا لو حاولنا نحطها في المكان ده مثلا مش هتقبل، مش هينفع، انا يعني هنحطها هنا مش هتنفع، لازم كل حاجه وليها مكان بتتحط فيه. تمام، يبقى هنا بينفذ الامر، بقول له هنا لو ان واحد هنزل على التكست بتاع ان واحد هنا، ده التكست بقف عليه واجيب منه القيمة بتاعت ان واحد. ان واحد التكست بتاع ان واحد، يعني الكتابة اللي مكتوبة في ان واحد. لو سوت ايه، خلينا نجيب نص، ان هكتب نص كده في الحقل ده. لو ساوت هنا ممكن اكتب عربي مش مشكلة، لو ساوت سيد. تمام، هيفتح كده، لو ساوت سيد هيفتح. طيب انا عايز اخليه لو ساوت سيد وفي نفس الوقت تساوي حاجة تانية. تمام، فانا بقوم داخل على نفسها هنا اظن اند عشان احط شرطي، نسحب الكود ده كله ونضيفه هنا، ممكن يضاف ما دام جاب من اللون الاصفر كده ممكن يضاف. تمام، بالسحب والاند. طيب هنا التكست 1 هتساوي سيد. طيب وعايز اعمل تكست 2 تساوي، هنا ممكن اعمل نسخ كده، عملت نسخه منها بالظبط. ممكن اقف هنا واختار ان 2 لان يعني نفس حقل، هو ما عنديش حقول غير ان 1 وان 2، فهم موجودين معايا في القايمه هنا، بدل ما ادور تاني على ان 2 وابدا اعملها من الاول. طيب كلمه سر 1 2 3. تمام، لو اسم المستخدم سوى كذا وكلمة السر سوت كذا هيعمل ايه؟ هيعمل فتح للحق، فتح للسكرين التاني. طيب جميل، والا المفروض هيعمل ايه؟ خلينا نجيب هنا ليبل ونضيفه هنا تحت في الاسفل، والخط خليه بولد مثلا، وهنا مثلا خط خلينا نقول مثلا 20. مساء الخير شباب، المعذرة. هنا بخلي مثلا برضك العرض بتاعه يكون بعرض الصفحة كامل. تمام، وهنا يكون توسيط، وخلينا نقول بدون نص. تمام كده كأنه اختفى. تمام، نرجع تاني للأكواد بتاعتنا، عايزين نقول له والا، يعني الشرط التاني اللي هو جواب الشرط التاني. تمام، نضغط هنا نجيب else ونضيفها معانا في المكان ده. تمام، ظهرت معايا else. ننزل تحت نلاقي الليبل اللي هنحطها دلوقتي، بنقول مثلا ان الليبل ده التكست اللي في الليبل ده عايزينها تتغير. فين الليبل؟
ليبل 3 التكست بتاعه هتكون ايه التكست اللي هتحطه في المكان ده. نروح نجيب فقرة نص او مساحة نص، نكتب مثلا نقول اسم المستخدم خطأ، اسم المستخدم او كلمة السر خطأ. انا بحاول يا جماعة ان احنا ما نزيدش عن ربع ساعة عشان ما حدش يمل مننا، وخطوة بخطوة ان شاء الله. الزر التاني اللي هو زر اغلاق، اغلاق للتطبيق كامل، تمام. بوتون 2، لا يا ربي ده بوتون 1. يعني هي شغال على الزر بتاع الاغلاق من ساعتها. طيب خلينا نروح على بوتون 3 ونعمل كده. انا هنقل الكود ده، بس الكود ده انا عملته من المكان الخطأ. طيب هنا بوتون 1 المفروض ان هو هيعمل اغلاق للبرنامج، اغلاق كامل للبرنامج. كنترول، ومن كنترول اظن كلوز ابلكيشن، تمام. خلينا نجرب التطبيق اللي عملناه. أول ما أفتح هو بيقوم قاري التطبيق على طول، هيظهر معايا التطبيق. ممكن تظهر رسالة زي التحميل كده على الكمبيوتر، تمام. بخش باسم المستخدم سيد، كلمة سر أي حاجة خطأ، خلينا نقول دخول. لاحظ اسم المستخدم أو كلمة السر خطأ. طيب حاليا لو عملت إغلاق هيقفل البرنامج. طيب خلينا نكتب اسم كلمة السر صح، نعمل دخول. لاحظ إنه فتح معايا الصفحة التالية من التطبيق. على فكرة هي نفس الصفحة اللي ظاهرة في الكمبيوتر، تمام. فخلينا أنا من هنا بعمل رجوع من على التطبيق، لو وقفت قصدي على الكمبيوتر على الصفحة بتاع الانفنتور، لو جبت سكرين 1 زي ما أنا عملت كده راح تظهر معايا سكرين 1 على التطبيق، تمام. خلينا نضغط إغلاق. هو حاليا بيقول ان هو مش قادر يغلق لان ما هوش التطبيق، يعني المفتوح ده مش التطبيق، بس هو خلاص يعني هو بالنسبه له هو اكيد هو هيعمل اغلاق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.